مساء الخير واهلا بحضراتكم من جديد في ذكرى يوم النصر، 6 أكتوبر وبعد 48 عام على الملحمة التي سطر خلالها الجيش المصري صفحات مخلدة في التاريخ بحروف من نور. خلال احتفالات المصريين بالذكرى 48 على انتصار أكتوبر المجيد، شهد الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الندوة التثقيفية التي تحمل عنوان العبور إلى المستقبل، والتي نظمتها طبعا القوات المسلحة للاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر. تابعنا طبعا مع حضراتكم جميعا ترحيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبطال حرب أكتوبر خلال الندوة، وكمان حديثه عن بطولات وتضحيات المصريين في كل عصر للحفاظ على أرض هذا الوطن الغالي. أيضا يمكن خلال الندوة ويمكن كان من ضمن فعاليتها ألقى الشاعر عبد الله حسن قصيدة بعنوان حكايتك يا مصر. طبعا القصيدة كانت يعني حول نصر أكتوبر المجيد أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقاها يعني أمام السيد الرئيس خلال فعاليات الندوة التثقيفية 34 للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم. خلال الندوة الحقيقة أثنى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القصيدة التي ألقاها الشاعر عبد الله حسن، مشيرا إلى أن الشاعر قادرا دائما على يعني تجسيد المشاعر والأحاسيس والوجدان بكلمات جميلة. خلوني أروح مع حضراتكم الآن نشوف ونسمع كمان جزء من القصيدة ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. الصبح طالع علينا بركة وعلى العدو النور مخيف، أبويا بيلمع بيدته وأمي بتسوي الرغيف، والحزن ليه دراعات وخدنا ابن الأبلسة. من قبل 6 سنين وقعنا ودقنا نكسة، الظهر أدن في الجوامع والكنايس يزقروا، الناس بتسأل في الشوارع امتى وطني نحرروا، الجند واقف كان يدوب لو مد ايده يسد عين الشمس سد، كان الجبان المرتعش كان مستخبي في ظهر سد، كان النهار لما انتصف صليت عشان وطني اتنصف، الشمس حرقة والصيام حامي، اثبت يا ابويا اثبت يا ابويا ربنا حامي، ابدأ اشارة وابتدى يتكلم، الله معاكم رد قال له تمام يا فندم. شوف مصر ايه محتاجة وانا جاهز، وبكل ذرة رمل من سينا هقدم روح، حالف يا حرجع للعيال فايز ويا إما حرجع في الكفن بلا روح. الصحراء واسعة في أواخر الصيف، أول تحدي أعدي من برليف وأفرد قلوعي على القنال، وأعد أجيب اللي سرق بلدي وحي على القتال، وأبويا واقف منتظر ساعة ما قالوا هجوم، القلب كان برا الضلوع بيبوس ترابك يا بلد، لأ ما تخافيش واتطمني ربك خلقني منتصر. ساعة الخطر هاتوا الألم يفنى البدن يبقى الوطن تبقى بلادي، أرضي بتوحشني وطليه البعاد، ده انت غايتي والمراد وعلى كل العبادي، كم لنيلك من أيادي، الطيارات من فوق مزيكا بتعزف في النشيد، الله أكبر صرخة واحدة وابتدى العداد يعد، هنا يرتفع جسد الشهيد يرمي سلام من الطيارات، اوعوا تقولوا عاللي راح يفدي البلد ويضحي مات، الدبابات بتعدي من فوق القنال شايف ملايكة محوطة علمك، والعزيمة قادرة على هد الجبال، وقف التاريخ لحظة وقف التاريخ لحظة قصاد المعجزة، مصر العظيمة بتدي للظالم جزا. كبروا صلوا وسموا عاللي شربت أرضي دمه، واللي ردولنا الحياة في عيون سهرت منامت، لما قالوا الحرب قامت جينا من كل اتجاه، دم أبويا حبر خطي كنت لسه يدوب بخطي، ومصر بتقول انتباه، يا تاريخ تعالى دلوقتي وقولي احنا مين، اللي عبروا شكلهم شكل اللي ضحوا، كلنا في القوة مصريين، لما كان الأرض يوزنها الجبال، لما كان الأرض يوزنها الجبال
احنا ارض بلدنا يوزنها الرجال. لما كان الارض يوزنها الجبال، احنا ارض بلدنا يوزنها الرجال، والرجال تحمي وتعمر. الله اكبر، لا تخافي ياللي شايلك فوق كتافي، ياللي سميتك وفيه، ياللي اخر نبض فيكي هو اخر نبض فيا. يا عظيمه يا عظيمه يا ابيه، ياللي جندك ليكي فخر، هم دول ناسك يا بلدي، وهي دي حكايتك يا مصر، هي دي حكايتك يا مصر. برحب بحضراتكم مرة تانية، واحنا معانا الآن على التليفون الشاعر عبد الله حسن علشان بقى يكلمنا عن تفاصيل مشاركته في احتفال اليوم بذكرى نصر أكتوبر. يعني يا عبد الله برحب بيك معانا في تلفزيون اليوم السابع، وطبعا كل سنة وحضرتك طيب وبألف خير يا رب، ودايما يعني مصر منتصرة ورايتها مرفوعة بإذن الله. يا اهلا وسهلا، ازيك استاذه اراء، وتحياتي لحضرتك والساده المشاهدين كلهم وكل رواد ريو. اهلا بيك يا فندم ومنور. يعني بدايه خلينا نتكلم مع حضرتك عن احساسك خلال المشاركه في ندوه القوات المسلحه اللي اقيمت طبعا اليوم بعنوان العبور للمستقبل، وكمان يعني بالتاكيد مصر كلها كانت بتشوفك وبتسمعك، وكمان كلنا كنا بالتاكيد بنحتفل معاك باليوم ده. الحمد لله. هو بصي، يعني دايما انا لما بروح الندوات اللي فيها القوات المسلحه دايما بينتابني شعور ان انا مع اخواتي. يعني حتى عمري يعني هي دي مش اول ندوه اشارك فيها الحمد لله رب العالمين، لكن دايما بحس وانا داخل وسط الجيش المصري ان انا مع اخواتي، مع عيلتي، مع بينتابني الشعور ده دايما. يعني ما بقاش فيه الرهبه بتاعت المسرح وكده قد ما احساس بالالفه والدفء والفخر طبعا الناس دي. بالتأكيد طبعا يعني كان شرف عظيم ليا ان انا النهارده اشارك واقول القصيده بتاعتي قدام الجيش المصري وعلى راسهم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، فطبعا ده كان شرف، كان احد يعني احلام حياتي زي ما بيقول. الحمد لله ربنا قدرني وحققت. يعني الندوه الكام، انت قلت لي دي مش اول مره تشارك، شاركت قبل كده في يعني ندوات امتى؟ دي المره الكام ليك؟ والله مش فاكر، بس انا شاركت قبل كده حوالي 3 أو 4 مرات في ندوات تثقيفيه، من يعني يمكن على مدار ال8-9 سنين اللي فاتوا من 2012. فدي كانت يعني بمثابه، يعني عايز اقولها لك ازاي، حاجه في تاريخي، يعني حاجه انا بفتخر بيها وحاجه كنت بتتمناها والحمد لله اتحققت. يعني انا عايز اقول لك انه النهارده كمان انت بجد كنت يعني رائع، صوتك كان مليان حماس وامل، يعني صوتك بالتاكيد كان بيعبر عن مشاعر كل حد فينا. بالتاكيد بصي، هو دايما يعني نصر اكتوبر مش مجرد عبور وحرب عشناها من 48 سنه. انا يمكن حتى اشرت لده قبل القصيده ان انا ما عشتش الحرب دي، لكن هي وصلت لي عن طريق الفن وعن طريق الافلام وعن طريق الاغاني اللي اساتذتنا الكبار عملوها. طبعا انا اللي دفعني ان انا اكتب القصيده دي هو يعني زي ما نقول استلهام روح النصر بتاعت اكتوبر دي في انها تبقى جوه حياتنا. صحيح، احنا شفنا على نفس الارض بتاعت حرب اكتوبر، على ارض نفس ارض سينا، بقالنا اكتر من سنه بنحارب فيها الارهاب، رغم ان العدو اختلف، لكن تبقى الشخصية المصرية واحدة، ويبقى الجندي المصري هو صاحب الفضل وصاحب طبعا. يعني الشخصية اللي بتجيب الانتصار زي ما طيب قولي اهم ذكريات الاسره مثلا مع حرب اكتوبر. يعني دايما كده كل حد فينا، يمكن ما فيش حد في الشعب المصري ما عندوش ذكرى اسرته مع حرب اكتوبر، ف احكي لي كده لو في مواقف ذكريات للأسرة. شوفي، انا عمي الله يرحمه كان من ابطال حرب اكتوبر فرقه الصعب، وكان بيقعد يلمنا واحنا عيال صغيرين يحكي لنا عن الحرب وعن الحضور، لدرجه ان احنا كنا بنسمع الحكاوي دي وبنروح نقلدها كاطفال، يعني نمسك الخشب واللعب بتاعتنا ونعمل كان احنا بنحارب. يعني على قد ما يبان الموضوع ده سهل وبسيط، على قد ما عرفت قيمته لما كبرت، يعني ان زرع الانتماء جوه الطفل المصري ده طبعا شيء مهم جدا، وشيء يعني انا يمكن الفتره اللي جايه دي هاخده على عاتقي، يعني ان انا عايز ان انا اروح المدارس واروح الجامعات واروح
اتكلم مع الاطفال اللي عندهم يعني عايزين يعرفوا يعني ايه مصر، ولسه بيتفتحوا عينيهم على الدنيا، ولسه عايزين يشوفوا مصر اللي احنا بنشوفها دلوقتي واللي احنا بنحلم بيها. تاريخ عظيم تطورات في كل الاجيال بالتاكيد، والدور التوعوي للاطفال بالفعل يعني زي ما حضرتك بتقول ذو اهميه وقيمه كبيره جدا جدا. طيب خليني اسالك ليه اخترت القصيده دي تحديدا، قصيده حكايتك يا مصر لليوم ده، وكمان كان ايه احساسك بعد اشاده يعني السيد الرئيس بالقصيده؟ شوفي القصيده دي تحديدا ليه النهارده، عشان هي عامله مقارنه ما بين الحرب على الارهاب وما بين الحرب على العدو الاسرائيلي المغتصب لارضنا في سيناء من 48 سنه. اللي حاولت اقوله في القصيده ان يعني يبقى الجندي المصري ويبقى الشخصيه المصريه مهما طال الزمن، وده مش من 48 سنه بس، لا ده من الاف الاف السنين. احنا شعب ذو حضاره وشعب عنده ثقافه وشعب عنده قيم وشعب عنده مبادئ وشعب شغال للخير. فبالتالي ربنا هينصرنا مهما كان الظلم خد مداه. ده بالنسبه للقصيده دي. طبعا بعد كلام سيد الرئيس كان يعني كنت هعيط وانا قاعد بصراحه، يعني عارفه احساس ان انت قدرت ان انت توصل حاجه كانت جوايا بالفعل بقالها سنين طويله قوي. القصيده دي انا كاتبها بقالي فتره، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان اكبر عدد من الناس يسمعها وتوصل للناس، وكنت بحلم ان بعد سنين طويله، وما زلت بحلم ان بعد سنين طويله ممكن يجي حد يبقى يعني زي ما انا وعيت على قصايد عبد الرحمن الابيوتي وصلاح جاهين وعبنا فؤاد حداد. نفسي ان بعد يعني كام سنه كده الناس برضو تفضل فاكره العمل الفني ده بإذن ولو اني يعني الواحد بتمنى ان انا ابقى ربعهم. طيب ايه رايك تسمعنا كده جزء من القصيده مره تانية لايف دلوقتي؟ انا قلت شوف مصر ايه محتاجه وانا جاهز، كل ذره رمل من سينا هقدم روح، حالف يا هرجع للعيال فايز ويا اما هرجع في الكفن بلا روح. الصحراء واسعه في اواخر الصيف، اول تحدي اعدي من برليف وافرد قلوعي على القنال، واعد اجيب اللي سرق بلدي وحي على القتال، وابويا واقف منتظر ساعه ما قالوا هجوم، القلب كان بره الضلوع بيبوس ترابك يا بلد، لا ما تخافيش واطمني ربك خلقني منتصر. ساعة الخطر هاتوا الألم يفنى البدن، يبقى الوطن تبقى بلادي، أرضي بتوحشني وطليه البعاد، ده انت غيتي والمراد وعلى كل العباد، كملينيلك من أيادي الطيارات من فوق ومزيكا بتعزف في النشيد، الله أكبر صرخة واحدة وابتدى العداد يعد، هنا يرتفع جسد الشهيد يرمي سلام الطيارات، اوعوا تقولوا على اللي راح يفدي البلد ويضحي مات. الدبابات بتعدي من فوق القنال، شايف ملايكة محوطة علمك والعزيمة قادرة على هد الجبال، وقف التاريخ لحظة قصاد المعجزة، مصر العظيمة بتدي للظالم جزء. يعني بتأكيد معاني جميلة جدا وكلها أمل وحماس، وزي ما بقولك يمكن كلها كمان الحقيقة مشاعر حب واحترام وإجلال بالتأكيد للوطن، يعني أمتعتنا بيها وبأدائك القوي طول هذا. طيب هل في قصائد وطنية تانية ممكن تقول لنا منها جزء ولو بسيط؟ برضو عندي قصيدة عن أكتوبر كنت كاتبها بقول فيها صباح النصر يا أم العظيمة يا مصر، صباح النصر علي صفروك يا تاريخ، صباح الفل على المدفع وعلى الصواريخ، صباح الكبرياء عداء، صباح شايل معاه أسماء في صفحات التاريخ مكتوب، ومن يوم ربنا تعالى ما خلق الأرض ومن ساعة ما جه اخترعوا حساب الوقت والمسافات، بتيجي مصر في الأول وبعدين تبتدي الحكايات. كل سنة وحضرتك طيب، وحقيقي أداء قوي وكلمات جميلة لمسانا كلنا، وبتعبر بجد عن مشاعرنا وعننا وجدان كل مصري في ذكرى يوم عظيم زي طبعا 6 أكتوبر. أنا بشكر حضرتك جزيلا. أنا بشكرك جدا. الله يخليك، بشكرك جدا. مشاهدينا الكرام، كان معنا هاتفيا الشاعر عبد الله حسن، احد المشاركين في فعاليات الندوه الثقافيه 34 للقوات المسلحه المصريه، بمناسبه طبعا الاحتفال بذكرى نصر اكتوبر العظيم. كل عام ومصر بخير ودايما يا رب منتصره،
ورايتها مرفوعة دوما. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة. كنت مع حضراتكم على أشرطة. شكرا لكم وإلى اللقاء.